وينضم إلينا من الخرطوم مراسل غد أحمد العربي. إذن أحمد، مصر طلبت وسيطا دوليا بداية، كيف استقبل الجانب الإثيوبي هذا الطلب المصري، وهل يعني ذلك أن المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود؟ طبعا هبة، هذا المقترح تقدمت به مصر في الجلسة الافتتاحية لأعمال وزراء ريبي مصر والسودان وإثيوبيا. حتى الآن الطرف الإثيوبي أو الوفد الإثيوبي لم يرد على هذا المقترح سواء كان سلبا أو إيجابا، لكن خرج المجتمعون إلى استراحة، ربما طالت بعض الشيء، لكن ستعود الجلسات لتنعقد من جديد بعد حوالي دقائق من الآن، لتبدأ الجلسة بالنقاش حول ماهية المقترحات التي ربما تقدمت بها اللجنة البحثية العلمية، والتي كانت قد اجتمعت هنا في الخرطوم لمدة 4 أيام تناقش موضوع ملء السد وكيفية التشغيل. نعم هبة. نعم، طيب، هل من تسريبات حول ماهية هذه المقترحات وقبولها من كلا الأطراف؟ نعم، يعني الآن هي بحسب المعلومات المتوافرة لدينا أن مصر تريد أن تقوم الدراسة أو المقترحات التي ستناقش هنا حول الملء المرن للسد، وليس سنوات ملء بحيرة السد. يعني هناك سنوات ربما أثناء فترة الملء ربما تشهد جفاف، وهذا الذي تتخوف منه سواء كان الجانب السوداني أو المصري. لذلك تود المقترحات أن تذهب في طريق الملء المرن، يعني سنوات يكون فيها المياه متوفرة، يمكن فتح البوابات وملء البحيرة أو ملء جزء من البحيرة، لكن يجب مراعاة سنوات الجفاف والتي يقل فيها منسوب النيل كثيرا. لذلك سيكون من الصعب جدا الموافقة على اقتراح أن تكون السنوات هكذا مستمرة حتى ملء السد. يعني هناك خيارات ومقترحات مقدمة سواء كان من مصر أو السودان أو إثيوبيا حول هذا الأمر. نعم نعم، شكرا جزيلا لك من الخرطوم، كنت معنا مراسل الغد أحمد العربي.